منذ سبعينيات القرن الماضي وتحلية مياه البحر قائمة في العديد من دول العالم، حتى إن دولاً كجزر المالديف ومالطا وجزر البهاماس تلبي جميع احتياجاتها من المياه من خلال عمليات التحلية. دراسة للأمم المتحدة عام 2018 تخبرنا أن ما يقارب 16 ألف محطة لتحلية المياه تعمل في 177 دولة، وفي 2024 العدد متجه للارتفاع بشكل ملحوظ مع دورات الجفاف الطويلة والمتكررة في العديد من الأقطار، خاصة في قارتنا الإفريقية. هذه الصناعة كما تسميها بعض الدراسات تطورت مع الزمن بين حرارية قديمة تقوم على امتصاص مياه البحر وتسخينها للحصول على البخار النقي وتقطيره، وغشائية قائمة على تقنية التناضح العكسي Reverse Osmosis من خلال دفع مياه البحر بقوة كبيرة عبر العديد من المرشحات لتصفيته من الملح والملوثات الأخرى. أيا كانت التقنية المختارة وتكلفتها المادية، في النهاية كل التقارير الأممية والعلمية والإخبارية تجمع على التحذير من أمر واحد: الخطر البيئي المحتمل لهذه العملية التي قد تنقذنا من العطش. قضيت وقتاً ليس بالهين أتعقب أثر هذه التحذيرات، فلا بد من التعامل بحذر شديد مع ما ينشر ويكتب من معلومات قد تكون مغلوطة للتضليل. العنصر الثابت وتؤكده الأمم المتحدة هو أن في معظم عمليات التحلية، لقاء كل لتر من المياه الصالحة للشرب يتم إنتاجها، نحصل في المقابل على حوالي لتر ونصف من السوائل الملوثة بالكلور والنحاس، ما يرفع من نسبة الملوحة في المناطق الساحلية. وإلى جانب ارتفاع درجة الحرارة، يقول منظور قادر المدير المساعد لمعهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، النتيجة ستكون انخفاض مستوى الأكسجين المذاب في المياه، وهو ما سيؤثر على الكائنات الحية التي تعيش في المسطحات المائية أو في قاعها، تأثير سيترجم على طول السلسلة الغذائية، تقول الأمم المتحدة. مشكل آخر تطرقت له العديد من التقارير والدراسات يعيدنا إلى أصل طامتنا المناخية الكبرى: الطاقة. هذه المحطات بحاجة إلى كم هائل من الطاقة، وفي كثير من الدول تكون أحفورية عالية التلويث. هل يعني هذا أن تحلية مياه البحر ليست حلاً؟ أبداً، ولكن علينا أن ننتبه إلى الثمن الذي قد ندفعه في حال إغفال أضرارها المحتملة. في أحد التقارير التي صادفتها خلال استقصائي حول الموضوع، نشر في يناير 2024 على موقع غريست الأمريكي المعني بقضايا المناخ والحلول البيئية، تم تسليط الضوء على مشروع الأخطبوط Project Octopus في كوريا الجنوبية. هو مشروع تجريبي الأول على مستوى العالم، سيقام بمجمع ديسان الصناعي في إطار شراكة دولية عنوانها توحيد المناخ والمياه. الفكرة بشكل مبسط تقوم على التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء من خلال المياه المالحة الناتجة عن عملية تحلية مياه البحر، واستخدام ذلك الغاز في إعادة تحلية المياه المالحة والحصول على مياه عذبة جديدة فيما يشبه إعادة التكرير. التقنية ستحقق ثلاثة فوائد أجدها هائلة: تقليل تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، خلق مصدر جديد للمياه العذبة، والحد من الآثار الملوثة لتحلية مياه البحر. طبعاً التقنية ما تزال في طورها الاختباري، وهناك من يشكك في فاعليتها، ولكن تخيلوا معي فوائد نجاحها. العامل الوحيد الذي سيبقى مؤثراً بحسب موقع غريست هو كمية الطاقة المستخدمة في التقاط الكربون. نعم، وكأننا ندور في حلقة ما نفتأ نخرج منها حتى نجد أنفسنا في قلبها مجدداً، اسمها الطاقة الملوثة. لست بالدراية العلمية التي تؤهلني لإعطاء حلول في هذا المجال، ولكن كثيراً من الإنجازات العظيمة تبدأ بفكرة قد تبدو مجنونة أو غير منطقية. بما أن المغرب من الدول التي لجأت لتحلية مياه البحر لحل معضلة الجفاف، فربما نكون قادة العالم في تطبيق هذه التقنية وتحقيق رهان حماية البيئة بشكل تام. محطاتنا لتحلية الحالية والتي في طور الإنشاء والتخطيط، لو أضفنا لها أفضل ما سيخرج من تقنية التقاط الكربون للحصول على موارد مائية إضافية مع تقليل تركيز غازات الدفيئة، والكل يزود بطاقة خضراء نظيفة من حقولنا الريحية والشمسية على امتداد الوطن،
بعقولنا المغربية النيرة، شراكاتنا الدولية القوية وعزيمتنا التي لا تقهر، أرانا حقاً أمام فرصة حقيقية لقهر العطش وصنع التاريخ.